يعطيكم العافية من أرمينيا، تحية للبنان. معنا اليوم القيادة بحزب الكتائب اللبنانية والوزير السابق والصديق الدائم الأستاذ إلي ماروني. بونسوار أستاذ، كيفك؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين، يا هلا فيك. الله يخليك أستاذنا، واسمح لي لك رفيق، بما أنه أنا كمان مؤيد لخط الجبهة اللبنانية والكتائب والقوات والسيادة، شغلة معروفة. معالي الوزير، كل اللبنانيين هون بأرمينيا عندهم هاجس واحد، عم ضلوا يسألوني هل لبنان على شفير إنه يرجع يفوت بانتحار سياسي، انتحار كياني هالمرة؟ كل العالم تعرف الوضع بلبنان، انهيار اقتصادي واجتماعي، ومليونين ونص نازح سوري، ودولة بعدها مشلولة وما في رئيس جمهورية. هل نحن بدنا نتورط بحرب بدها تكون بمثابة انتحار الكيان اللبناني ككل هالمرة؟ تفضل. يعني بدي أقول بالأول إنه الفلسطينيين بيملكوا كل الحق باسترجاع أرضهم، وهذا المقاومة إلهم حق مشروع، ونحن كلنا قلبا وقالبا حدهم. لكن بلدنا منهار وشعبنا عم بيئن من الجوع وعم بيعيش الخوف بكل معاني، لأنه نحن سبق وصلنا سنوات بنعيش تحت النيران وتحت التدمير وتحت الغارات. والسؤال، هل نحن قادرين نفوت بمعركة؟ صحيح الفلسطينيين هني إخوة إلنا، لكن بلدنا أهم من كل الاعتبارات الأخرى، لأنه نحن دفعنا كتير أثمان عن الفلسطينية وتحملنا وأقبنا المخيمات، واليوم عم نعيش حالة استثنائية. عنا 1.5 مليون أو 3 ملايين نازح سوري، وعندنا 500,000 لاجئ فلسطيني، والبلد ما في كهرباء، ما في ماي، ما في شغل. البلد عم بيعيش التلوث، البلد عم بيعيش الانهيار المالي والانهيار الاقتصادي والانهيار المصرفي. وهون بدي أكد على شغلي، يمكن هلأ صاروا كل اللبنانيين يعرفوا، لما كنا نقول يجب أن تملك الدولة وحدها قراري الحرب والسلم، هلأ بيعرفوا شو معناته هذا الحكي، لأنه اليوم كل اللبنانية والدولة بانتظار قرار حزب الله. هل رح يفوتنا بجحيم الحرب من أول وجديد؟ هل رح ياخذ لبنان إلى جهنم الحقيقي وإلى المجهول؟ لأنه هو اللي بيملك قرار الحرب وبيملك قرار السلم. فلذلك المؤشرات لحد هلأ بتقول أنه في انخراط بالحرب مع غزة ومع الضفة، لأنه كل شوي عم تتساقط على إسرائيل وفلسطين المحتلة قذائف من الأراضي اللبنانية، وطبعا الرد رح يكون بالأراضي اللبنانية، وهذا بيزيد المأساة وبيخلي الهجرة اللبنانية تزداد والوضع الاقتصادي يسوء أكثر وأكثر. معالي الوزير، كيف بتقيم امبارح شفنا تصعيد تصاعدي، ولكن اخر شيء كانه وقتيا بشكل مؤقت، كانه الاشياء هديت شوي، وكانه حزب الله تجنب الخوض، وطلع بيان من الجهاد الاسلامي انه هن اللي نفذوا هالقذائف، يعني المدفعيه تجاه اسرائيل. ولكن سمعنا كمان كلام من نوع اخر، انه حزب الله عم يهدد وعم بيحذر الاسرائيلي اذا قرروا الدخول برا الى غزه، انه هن كمان بدهم يفوتوا بالمعركه، رح يفوتوا لبنان، يعني رح يورطونا بجهنم مثل ما حضرتك قلت. كتحليلك السياسي، هل هذا الشيء اللي عم بيحكي حزب الله هو مجرد تهويل، ولا عن جد في عندنا هواجس ومخاوف؟ انه وانا اكيد انه اسرائيل ما لها اي خيار ثاني، رح تفوت برا الى غزه. يعني كلنا بنعرف انه حزب الله بياخد اوامره من ايران وبياخد تعليماته من ايران، وهني المحور السوري الايراني بالبلد، وهني الاداة التنفيذية. فلذلك كلام الليل يمحوه النهار وكلام النهار يمحوه الليل. ما عندنا ثقة بأي موقف يتخذ، لأنه ممكن ينقدوه بعد لحظات ويبرروا ليش عم ينقدوا هذا الموقف. من هالمنطلق اليوم كل الأطراف اللبنانية وكل المكونات اللبنانية عم بتناشد أبعدوا هذه الكأس عن لبنان، أبعدوا الحرب عن لبنان. لبنان ما بيحتمل حرب وما بيحتمل دمار وما بيحتمل مزيد من الجوع. فبالتالي اليوم نحن عم نعيش لحظة بلحظة تطورات الوضع التي قد تؤدي إلى دخول حزب الله علنا بالحرب، والتصاريح قياداته متناقضة. يعني مظبوط. بنسمع تصاريح انه لن ندخل بالحرب، ونرجع بنسمع
انه سندخل بالحرب. من هون ما بنقدر نحسم موقف معين، نحن بانتظار التطورات كل يوم بيومه، على امل انه يعو اهميه ابعاد لبنان عن هذه الحرب، لانه نحن لسنا بالسبعينات ولسنا بالستينات ولسنا بالخمسينات، نحن بال2023 بالوقت اللي اللبناني مش عم بيلاقي ربطة خبز ياكلها وفرص العمل قلت وهجروا اللبنانية، وبالتالي البلد ملان نازحين عم يرهقوا اقتصاده وبنيته التحتية، واليوم أي ضربة لا سمح الله يعني رح تزيد المأساة مأساة، وما بعتقد بيعود في إمكانية لا البنك الدولي ولا أي دولة بالعالم تساعد لبنان على النهوض من جديد. إذا أفدنا بالداخل، أنا معيد شوي ما تؤخذنا بالسؤال، حلفائه لحزب الله يعني مثل التيار الوطني الحر اللي هو حليفه الأساسي بالشارع المسيحي، هل هن مواقفهم عم بكون عم تغطي هيك موقف، ولا عم بيكونوا كمان مبتعدين وما عم بيعطوا هذا الغطاء مثل ما بيقولوا؟ هلا بالعلن عم بيقولوا ابعدوا هذه الكأس عن لبنان، بس بالسر ما حدا بيعرف شو فيه، لانه بتعرف انه نحن عندنا شاطرين الافرقاء اللبنانيين كلهم شاطرين بالتسويات وبالسمسرات يلي هي على حساب الوطن والمواطن من اجل مصالحهم الخاصه، حتى ما اكون عم بظلم حدا، المواقف العلنيه لحديث هلا شبه اجماع على ابعاد الحرب عن لبنان وابعاد دخول لبنان بالحرب بمواجهه اسرائيل وغطرستها. إذا انتقلنا إقليميا للي صار بفلسطين، أكيد كل الفاجأة وأكيد ما كانوا قليل كثير اللي بيتوقعوا هذا التطور النوعي. أنت كتحليلك العسكري والميداني، كيف بتلاقي إنه إسرائيل بكل هالإمكانيات الواسعة والهائلة ما قدرت تتكهن أو تعرف تسبق مسبقا إنه حركة حماس رح تخوض معه هالنوع من العملية النوعية جدا؟ يعني لنكون عادلين، حرب تموز 2006 كمان فاجأ العالم بقوة المقاومة اللبنانية بمواجهة إسرائيل المدعية أنها زعيمة العالم في الحروب، واليوم اللي عملوه حماس والفلسطينية أظهروا استراتيجية وتكتيك قوي في مواجهة العدو، وبالتالي ما فينا إلا نتفاجأ باحترام قدرتهم على اللي عملوه وكيف فاجأوا إسرائيل بالهجوم المدروس والمبرمج، وأثبت إنه إسرائيل دولة سكرانة، يعني بالمعنى إنه يعني مثل اللي بيشعر إنه هو عظيم جدا ما بيعود ينتبه على الأرض شو عم بيصير، مهمل. فهيك اليوم إسرائيل عايشة الزهو فدفعت الثمن، ونحن بنتمنى انه الفلسطينيين ياخذوا حقهم، لانه ساعتها يمكن نحن كمان بناخذ حقنا، وفي نص مليون لاجئ بفلوا بيروحوا على ارضهم ودولتهم، وهذا شيء بيريح لبنان واللبنانيه، لان نحن ما بدنا ننسى كمان الاثمان اللي دفعناها بلبنان نعم. نتيجه حروب الفلسطينيين على ارضنا. إذا انتقلنا للي عم بيصير بغزة، تعتبر معالي الوزير إنه اللي عم بيصير هو فعلا عملية إبادة جماعية ممنهجة؟ لأنه أنا مثلا عم شوف الصور، صور كأنه غزة عم تتعرض لحرب نووية، يعني طوابق بنايات 17 طابق، عندك أزيفة من الجو عم تتوجه نحو أسفل الطابق والبنايات بكاملها عم تنهار. مش شيء جديد على إسرائيل أنها بتضرب بدون رحمة وبتضرب بكل قوة عندها وبما يشبه حرب الإبادة، هذا مش غريب يعني عن السياسة اللي اتبعتها الأمنية، السياسة الأمنية اتبعتها منذ 48 حتى اليوم، والله يساعد الشعب الفلسطيني ويعينهم ويكون معهم، لأنه عم نشوف جرائم بتهز الضمير والكيان البشري على اللي عم بيصير هونيك، ما في رحمة لا للأطفال ولا للنساء ولا للرجال، وبالتالي اللي عم بيصير حرب إبادي، والمطلوب من الأمم المتحدة مرة واحدة توقف موقف حازم وتوقف هذه الحروب وهذا الموت، لأنه من حق الشعب الفلسطيني
انه اجيت حل ويكون عندهم دولة على ارضهم ودولة سيدة ومستقلة. مع الوزير في كثير محللين عسكريين اسرائيليين وامريكان، حتى بصحفيين بهارتس عم بيحللوا الموضوع وعم بيعتبروا انه اسرائيل تعرضت لضربه مش طبيعيه استراتيجيه، واسرائيل منها القوه اللي كل العالم كانت تتوقعه. وفي تكهنات وتحليل انه اسرائيل عسكريا بالجانب العسكري ما فيها تحسم هذا الحرب، فيها بس تدمر وتأذي وتدمر وكل شيء، ولكن بالناحية العسكرية الميدانية عاجزة عن حسم الموضوع. كيف بتشوف هذا التحليل؟ يعني كلنا بنعرف انه اسرائيل بتملك سلاح الطيران والمدفعية، لكن بحروب الشوارع اثبتت مرات ومرات انها عاجزة عن الصمود والمقاومة. وما حدث في المناطق الفلسطينية بالايام الاخيرة اكبر دليل انه صاحب الحق سلطان، انه بالاخر رح ينتصروا الفلسطينية بالتكتيك على الأرض، وإسرائيل قادرة تبيدهم بالطيران وبالمدفعية. وهون دور المجتمع الدولي إنه يوقف حروب الإبادة. مع الوزير يعني بهالوقت الضيق ما راح فوت بالتحاليل السياسيه اللي شو اسمه، بتعرف بنعرف انه الوضع حساس وطارئ، ولكن اسمح لي اطلب منك كمان عبر هيدي الشاشه هيدي هالفورم، اذا عندك اي شيء تقوله توجهه للاغتراب اللبناني، للجاليه اللبنانيه اللي برا وللبنانيين اللي جوا، تفضل كريم لك. بدي أكرر اللي قلته معك بالذات بالمقابلة الماضية، إنه اتكالنا كبير على المغتربين اللبنانيين، هني ثروة لبنان، هني عليهم الاتكال ببناء الوطن وبناء الاقتصاد وبناء النظام وإعادة إعمار لبنان، وهني الثروة البشرية اللي عم ترفع اسم لبنان عالي، واللي خلت لبنان على قيد الحياة كل هالسنوات الطويلة اللي مرينا فيها بحروب. واليوم مطلوب منهم مزيد من الضغوط بمجتمعات اللي هن موجودين فيها نعم لوقف غطرسة حزب الله ومحاولته جر لبنان إلى كل حروب المنطقة. وكأنه نحن عم إذا كانت اليوم فلسطين عم تتعرض للإبادة بالطيران، فنحن عم نتعرض منذ سنوات طويلة بفضل هذه الهيمنة والغطرسة إلى إبادي، لأنه مؤسساتنا تحللت وذابت ولم يبقى من الدولة إلا العنوان. فأنا بقول لهم للمغتربين، كونوا إيد وحدة وقلب واحد وحافظوا على وطنكم، حافظوا على أرض أجدادكم، نحن ما عندنا غيركم، نتكل عليكم ونحاول نعيد بناء دولتنا ونحط قطار بناء الدولة على السكة الصحيح. يعني معالي الوزير، على امل بتمنى صلواتنا انه اي مقابله تانية مع حضرتك تكون باجواء اكثر ايجابيه واكثر تفاؤل واكثر ازدهار، مش كل مقابله معك بنكون نحن باجواء أنا بدي تشاؤميه. أقول بعد شغلة، تفضل إنه تفضل. أنا عم بخجل، أنا كل عمري أطلع على الإعلام لأعطي إيجابيات ومعنويات، بخجل هالأيام إنه ما في عندنا ولا أمل ولا مؤشر واحد بيشير إلى التطور الإيجابي ببلدنا. فمن هالمنطلق إن شاء الله بالأيام المقبلة بوحدة اللبنانيين وبتضامنهم بنوصل إلى بدء بناء الدولة، وساعتها بنطل عليكم لنخبركم عن الإيجابيات عن بناء الدولة وليس عن دمار الدولة. يعني اكيد حضرتك عم تكون رياليستيك، عم تكون يعني واقعي، مش عم تكون بوبوليست بالموضوع. يعني بنشوف عم نقرأ الواقع بموضوعية وبتجرد. مزبوط، مش عم تكون انت مثلا عم تسعى لشعبيه مزيفه. مع الوزير اخر لا سؤال، أبدا، اكيد يعني تاريخك بيعرف حضرتك من الناس اللي الله حزب يخليك. الكتائب، يعني اكثر حزب ضحى بلبنان، ما في حدا يناقش انه اكثر حزب بلبنان اعتدم وضحى هو حزب الكتائب، يعني هي مدرسه وطنيه. ما حدا حتى اللي اذا حدا عم ينكر فضل حزب الكتائب على الجمهوريه اللبنانيه بيكون عم ينكر البلد. هذا عم بحكيك عنه، انا بيكون عم مثلا ينكر ارمني مني مروني مثلا، ولكن الضمير هذا واقع كل والتاريخ، العالم بيعرفه. بيكون عم ينكر الضمير والتاريخ، لأنه التاريخ رح أقول لك شيء قال لي إياه الرئيس الياس الهراوي بيوم من الأيام. قال لي لبنان، كنت بزيارته كان رئيس جمهورية،
قال لي لبنان ضعف يوم ضعفوا المسيحيين، والمسيحيين ضعفوا يوم ضعفت الكتائب. صلى اليوم بعودة الحزب إلى دوره إلى عزه، ويرجعوا المسيحيين ليكونوا مع شركائهم المسلمين بنات لوطن حقيقي. مع الوزير اسمح لي كمان اضيف اخر سؤال بهالوضع الحرج. من الواضح انه غياب رئيس جمهورية كمان عم بيزيد الفراغ والشلل بالمؤسسات. شو بدك تدعي تناشد القوى السياسيه انه تسرع العمليه انه يكون عندنا رئيس جمهوريه بالقليله يخف الضرر شوي؟ يعني أمام الانهيار اللي عم نعيشه، أمام الخطر الإقليمي واللي قد يتطور إلى خطر دولي، وأمام نعم. كل هذه الحالات، الضمير الوطني والإنساني بيستدعي من 128 نائب ينزلوا اليوم قبل بكرة على مجلس النواب، ينتخبوا رئيس ليشكلوا حكومة تواكب كل التطورات وتملأ الفراغات بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والوزارات، لحتى نحقق للبنان قدرة على الصمود بدل التلهي بالمصالح والمحاصصة وانهيار البلد، لأنه الشعب والضمير والتاريخ راح يحملوا مسؤولية انهيار لبنان. مع الوزير انا قبل ما اتشكرك اسمح لي اوجه دعوه تحيه لكل اللبنانيين بالوطن اللبناني من ارمينيا، وبتشكرك وبرجع بتامل مقابلاتنا التالي نحن نكون عم نخوضها باجواء اكثر تفاؤل واكثر ايجابيه. معالي الوزير الي ماروني القيادي في حزب الكتائب والوزير السابق، بتشكرك. شكرا لك، شكرا لك. Thank you very much. Thank you.